أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ عن التعاون مع شركة القاهرة كابيتال للاستشارات المالية كمستشار استثماري لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وذلك للتعاون في إنشاء صندوق للاستثمار المباشر بمساهمة من ابدأ وعدد من المؤسسات المالية وبعض الشركات الاستثمار الخاص للمساهمة في تنمية الشركات المتوسطة سواء العاملة أو الناشئة. يستهدف هذا الصندوق في مرحلته الأولى الاستثمار في 10 شركات، بما يتوافق مع أهداف مبادرة ابدأ في دعم وتوطين الصناعات التي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية أو زيادة الصادرات. يستهدف الصندوق رأس مال للشريحة الأولى بمبلغ 1 مليار جنيه مصري.